احنا لسه معاكم بنواصل مع حضراتكم احتفالاتنا بيوم المرأة المصرية. طبعا كلنا تابعنا مؤتمر توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي واللي شهد تفوق سيدات مصر في الحصول على مراكز متقدمة في الجوائز دي. من أبرز هذه الجوائز جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة اللي حصل عليها الأزهر الشريف. استلمت هذه الجائزة الدكتورة إلهام شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات بالأزهر الشريف، واللي بتعتبر أيضا من أوائل السيدات في تاريخ الأزهر الشريف تقليدا لهذا المنصب. صباح الخير عليك يا دكتورة، وألف مبروك على هذه الجائزة. صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها، مشكرة جدا. أهلا بحضرتك، ألف مبروك عليك يا دكتورة. الله يبارك فيك يا حبيبتي، مشكرة جدا. شعور حضرتك لما عرفتي خبر استلام الجائزة وتقييمك ليها يا فندم؟ هو يعني الحقيقة كانت مفاجأة كبيرة جدا جدا، يعني ما كناش متوقعين. يعني احنا عندنا كان منافسين أكتر من 70 منافس على الجائزة دي، فكان يعني متوقعين إنه لا، في ناس عندها دعم كبير جدا من الداخل ومن الخارج وعندها شغل في مجال المرأة وما إلى ذلك. كان تقييم الجائزة مبني على أسس وقواعد، هي عمل على أرض الواقع وقرارات وتنفيذ هذه القرارات بالفعل، وليس مجرد شعارات ولا مجرد كلام ولا مجرد صور بتظهر. فالحقيقة كنا يعني أنا وفريق العمل فرحنا فرحة كبيرة جدا جدا، يعني لقينا نفسنا خدنا الأول. لا يخفى على أحد دكتورة جهود مشيخة الأزهر في مختلف المجالات، لكن حاجة مختلفة إن احنا نبتدي نحصد يعني نتيجة لجهود أو جايزة لجهود تكافؤ الفرص وتمكين المرأة في مشيخة الأزهر، فنقول إن دي أحدث فئات جايزة مصر التميز الحكومي اللي حصل عليها المشيخة. الجايزة نفسها جديد، الأول مرة بتتعمل المجال ده اللي هو مجال تكافؤ الفرص وتمكين المرأة. وفي الأزهر الشريف الحقيقة كان في عندنا شغل كتير جدا في هذا المجال، يعني جايزة احنا اللي مجال كتير جدا، والأزهر خد فيه قرارات وفي أعمال كتير جدا قامت بخصوص المرأة وبخصوص تكافؤ الفرص. فمثلا يعني على سبيل المثال، يعني ده الحصر، يعني كان في عندنا في مجال تمكين المرأة في عندنا خد عندنا 7 نساء في مشيخة الأزهر قيادات، يعني أصبحت قيادات في مشيخة الأزهر ومناصب استحدثت خصيصا للمرأة ولم تكن موجودة من قبل، يعني زي منصب الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، ده ما كانش موجود قبل كده. وفضيلة الإمام الأكبر استحدث هذا المنصب أولا لتمكين المرأة، ثانيا لخدمة المرأة في المجتمع وتخصيص المرأة بخدمة خاصة لها هي ولاستحقاقها. طبعا أكيد، يعني المرأة هي مش هقول لحضرتك على حاجة، فضيلة الإمام الأكبر لا يفعل شيء إلا إذا كان صاحبه مستحق. طبعا طبعا، يعني ده منهج عنده، إذا يستحق يبقى ياخد حقه، لا يستحق يبقى لا ليس له حق أن يطالب أصلا. فدي منهج، يعني إذا اشتغلت هو الأساس عنده هو العمل، إذا اشتغلت هو ده أنت جنبك واساعدك واتعاون معاك، ما اشتغلتش يبقى خلاص، يعني عايز ايه من المجتمع طالما انك ما بتشتغلش ما بتخدمش. اكيد اكيد دكتور. صحيح دكتور، احنا المنصب ايوه، يعني لو حبينا اقول لكم على الحاجات الثانيه اللي في الصغير، يعني أنا بس فضيلة الإمام الأكبر، أنا عايز حضرتك بس تقعدي في مكان فيه شبكة لأن الشبكة بتقطع شوية، وهسأل حضرتك. بس هقول لحضرتك أنا دلوقتي، يعني أنا طلعت على طول من الحفلة لجنوب سيناء لأن عندنا قافلة واعظات للأزهر الشريف في جنوب سيناء، فأنا دلوقتي وإحنا رايحين دلوقتي على سانت كاترين، يعني إمبارح كنا في الطور، النهاردة رايحين من الطور لسانت كاترين. تمام، بنجوب للمراكز بتاعة المحافظة. طيب لما نروح عند سانت كاترين، احنا كنا في بدايه الحلقه بنتكلم ان يوم المراه المصريه بدا لما استشهدت اول شهيده في تاريخ ثوره 19، وان كانت المراه المصريه ساعتها خرجت كل النساء من المنازل وكانت هدى شعراوي. النهارده المراه المصريه قاضيه ونائبه وسفيره ووزيره، وايضا بتتقلد مناصب في الازهر الشريف، ربما ده كان من 100 سنه نوع من انواع ضرب الخيال. يعني ازاي، يعني كيف شايفه ازاي المسار الجديد اللي وضعه الأزهر الشريف في عملية تمكين المرأة داخل هذه المؤسسة الدينية العريقة؟
يعني عايزه اقول لحضرتك انه لو كان على مجال القيادات فالازهر يسعى في هذا المجال، ان يكون في تمكين للمراه في مجال يكون لها تواجد فعلي. اذا مجال الازهر يسعى بكل الطرق ان المراه يكون لها مجال في التعليم، سواء كان معلمه او متعلمه في كل المجالات. ولو في مجال فيه خاص بالرجال او بالاولاد او بالشباب او ما الى ذلك والمراه ليس لها مكان فيه سابق، فالازهر بيبقى حريص جدا على انه تاخد حقها وتبقى زيها زي الراجل وزيها زي الولد في اخذ حقها في العلم وفي التعليم وفي العمل. ده على المجال يعني العلمي والتعليمي والعملي. يعني مجالات اخرى مثلا في مجال خدمه المراه في المجتمع الخارجي، برضو الازهر بيسعى على انه يكون في خدمات خاصه بالمراه وتقوم عليها امراه علشان يكون في اكثر ارتياحيه. وطبعا كلنا عارفين في عمل خاصه بالمراه، وبالتالي بتبقى المراه في تحرج احيانا انها تتعامل مع الرجال او تتكلم معاهم في احوالها الخاصه، او ان هم يراعوا هذه الظروف. يعني صح، احيانا بيبقى في العمل المراه لها احوال خاصه والعمل بيتعامل مع الكل على سواء، لكن لابد ان يكون في هناك استثناءات لتكافؤ يعني علشان تاخد حقها. مثلا على سبيل المثال مثلا احنا كان عندنا في الازهر ما كانش فيه خروج واعظات للقوافل، كان الخروج للرجال فقط. طيب ايه اللي بيمنع المراه انها تخرج للقوافل؟ ده نفسه بقى من ادرسي ليه ما بتخرجش هي في القوافل تاخد حقها زيها زي الرجل وتبقى متواجده في الاماكن اللي هو بيكون موجود فيها وتبقى متواصله مع السيدات، لانه الاماكن دي فيها سيدات واحنا محتاجين ان احنا نوصل لهم. فدرسنا ايه الاسباب اللي بتمنع المراه انها تصل الى هذه الاماكن الى الخروج في القوافل، وبدانا نشوف ايه المشاكل اللي هي سواء كانت مشاكل مجتمعيه سواء كانت مشاكل في العمل نفسه. اي شيء بدات تحط خط يعني موضوع خط عمل لحل هذه المشاكل والصعوبات اللي بتقابلها، وحليناها اللي خدنا قرار انه تطلع في العام يبقى فيه على الاقل 8 قوافل بمعدل شهر ونص قافله تطلع خاصه بالواعظات وتجوب لمحافظات وخاصه المحافظات النائيه النساء اللي ما حدش بيقدر يوصل لهم، زي مثلا الثانويه المراه البدويه مين اللي بيوصل لها؟ يعني لازم نوصل لها، ما حدش لازم دي نوصل لها. ايه الصعاب اللي بتقابل الواعظات انها ممكن اعتقد ان دي حاجه مرحليه الى ان يتم تخريج واعظات مقيمات في المكان او من بنات المكان او من بنات البلد نفسها، اعتقد ده هيبقى مختلف تماما ومزيد من الدعم والتمكين للمراه المصريه. كل الشكر ليكي الدكتوره الهام شاهين الامين العام المساعد لمجمع البحوث الاسلاميه بالازهر الشريف، شكرا جزيلا لحضرتك والف مبروك.